بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. مشاهدين الكرام، ونحن اليوم في جوار هذه السيدة العظيمة السيدة فاطمة المعصومة، لنذهب وإياكم لنأخذ تهاني وتبريكات الموالين والزائرين في هذه الروضة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الزائرة من محافظة ديالي قضاء الخالص، جئت أزور سيدتي مولاتي سيدتي المعصومة وأهنئ صاحب العصر والزمان بهذه الولاية المباركة. يا رب اللهم اجعل الأمن والأمان في هذا البلد وفي بلد العراق، واجمع العراق والعراقيين وكل المسلمين، واجمعهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. السلام على السيدة معصومة ورحمة الله وبركاته. احنا نتعنى ونجي من العراق إلى معصومة وإلى مراقد أهل البيت حبا بهم وكرامة لهم وكرامة لمحمد وآل محمد. نهني أمة الإسلامية بمولود فاطمة المعصومة عليه السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا جايين محافظة كربلاء نهني بمناسبة سيدتي وملاتي معصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام. اللهم عجل وليك الفرج بحق إمامه صاحب الزمان، عجل الفرج على إمامنا صاحب الزمان يا رب الكريم، وسهل أمور أمة محمد واقضى حوائج أمة محمد، وشافي كل مريض وحق مريض كربلاء زين العابدين. والآن مع الزائرة من مدينة الإسكندرية من العراق، السلام عليكم حجكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك، قبل الله أعمالك. إحنا جايين من محافظة بابل ناحية الإسكندرية، جايين نزور السيدة معصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، أخت الإمام الرضا عليه السلام، ونهنيكم ونهني العالم الإسلامي بولادة فاطمة المعصومة، ونهني صاحب العصر والزمان، ونهني الإسلام جميعا، وإن شاء الله يعم الخير والبركة على البلد هذا والبلد العراقي بحق محمد وآل محمد. مناسبة ولادة سيدتي معصومة عليه السلام، نهني العالم الإسلامي والعربي وكل الجماهير بالعراق وفي إيران وكل مكان مسلم بهذه المناسبة العزيزة، وكل عام وانتم والعالم كله بخير. اولا نهني ونبارك لكم مولود السيده المعصومه، ونسال الله سبحانه وتعالى بحق السيده المعصومه ان يعجل الفرج ويكشف هذه الغمه عن هذه الامه ويستر على الامه الاسلاميه. نهني انفسنا اول مره ونهني الامه الاسلاميه ولاده السيده المعصومه سلام الله عليها، ونهني العالم الاسلامي في هذا اليوم المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الزائرة أم حسن، جيت من البصرة من قضاء الزبير، نهني ولادة معصومة، نهني صاحب العصر والزمان بولادة معصومة، وعسى ربي يسر عليكم وعلى أمة محمد. ومن جوار حرم السيدة فاطمة المعصومة المطهر كانت جل دعوات المؤمنين والزائرين، اللهم عجل لوليك الفرج. مشاهدين الكرام، هذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.